أولا نتقدم المتمنيات إن شاء الله بالسلامة والصحة للجميع، الآباء والأمهات والتلاميذ والمربيات وجميع الساكنة والمسلمين أجمعين برفع عنا هذا البلاء. ونحن في هذه الظروف الصعبة نفتتح أبوابنا لموسم دراسي جديد. طبعا نحن ارتئينا كمشرفين على روضة حضانة الأمل نفتح أبوابنا أمام الأطفال الراغبين في الحضور، خاصة أن هناك إشكالية كبرى بأن هناك حجر صحي خوف من هذا البلاء ولكن وهذا الوباء، ولكن هناك إشكالية أخرى وهي نفسية الأطفال، بحيث أن الأطفال أصبح الطفل في الشارع وهي إشكالية تعاني من الطفل وتعاني من الأسرة. تواجد الطفل لمدة يوم كامل داخل المنزل أو في الشارع هو يعون انعكاسات سلبية نفسية على الأسر وعلى الأطفال. طبعا هناك يجب أن يكون هناك حذر شديد، يجب أن يكون هناك احتياطات كبيرة حتى نحاول أن نتعايش مع هذا الوباء، بحيث أن هناك يكون التوازن بين حضور الطفل والاستفادة من هذا الموسم الدراسي مع المحافظة والوقاية التامة والنجاة إن شاء الله من هذا الوباء. شكرا. الحمد لله عرفنا الاستقبال ديال الدراري، الحمد لله ممتاز من شروط الوقاية، والحمد لله الوالدين عاونوا معنا، وكنطلبوا من الوالدين يزيد يتعاونوا معنا بالنسبه للتباعد باش يدوز على خير وبخير، لان اصلا كتكون داك في الدخول فاش كيكون المشكل. نطلبوا من الوالدين يلتزموا بالتباعد. حنا الحمد لله هنا في المؤسسه بالنسبه للاقسام دايرين التباعد، بالنسبه للطواليط حتى هو التباعد والنظافه، لان النظافه مهمه، ونتمنى ربي يرفع عنا البلاء والوباء.